هاي معكم فراس ترينر فروم تشامبس. اليوم حنعمل ليج ورك اوت، بس بالاول حنعمل 5 مينت هيب فلو اند موبيليتي. اول مره حاعمله على مهلي تنحفظ الستبس تبعه، حاعمله مره ثانيه تنحفظه. هيدا الهيب فلو كل مره عندكم ليج ورك اوت فيكم تستعملوه، وكل مره يمكن ما يكون عندكم ليج ورك اوت بس فيكم تعملوه كموبيليتي. اوكي، سو اول بوزيشن بدي اقعد هيدي البوزيشن، ايدي على الارض، chest up, go 10 reps, go 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. برجع لنفس البوزيشن اللي بلشت فيها، starting position, chest up, I go up, table bridge, 1 5 reps, 2 بهالحالة بدي يكون عم بعمل سكويز على الجلوتس، 3 4 and 5. اوكي، انا وبهالبوزيشن انا وهون هعمل اجي شمال لجوا تقبرم على بوش اب بوزيشن. اوكي، برمت اخذت بوش اب بوزيشن and I go 5 reps 1 2 3 4 last one and 5. اوكي، برجع على البوش اب بوزيشن، اجري اليمين برات ايدي بهالطريقه، ايدي بتفشها لبرا جو، واجري الثانيه 5 reps 2 3 4 and 5. اجري هي بردها على البوش اب بوزيشن، اجري شمال برات ايدي، ايدي بتفش لبرا اي جو 5 1 2 3 4 and 5. ناو حط الجاي على الارض، ضلني بنفس البوزيشن، اجري لبرا، ايدي على الارض وست باك بالهيب شوي شوي لورا، بعمل 5 reps 1. لازم حس بهالمصل من جوا، 2 3 4 and 5. هيدي الاجر مثل ما هي بردها لورا، وهيدي الاجر بتعجل لقدام وبنزل عليها، بعد لل 5 1 2 3 4 and 5. برجع للبوزيشن اللي كنت فيها، هالمره اجري شمال طلع على برا، بعمل 5 1 2 3 4 more and 5. هيدي الاجر مثل ما قلنا بس بردها لورا، وهالاجر مثل ما هي بتعجى وبنزل عليها. بهالحالة هون لازم يكون عم بحس بالجلوتس. اوكي 5 now. وانا وبهيدي البوزيشن باخذ وسع اجري، باخذ سكوات بوزيشن، يعني بصير بهالحالة وبنزل 2 على مهلي 1 اوكي، ضلني على نفس البوزيشن، بلقط توز تبعي بايدي، بعمل 5 reps 1 2. قد ما فيي ايدي بدي شو ركبي لبرا، last one. اوكي، هيدي هي هيب فلو، حعيدها مره على السريع، بتمنى عليكم تحفظوها وكل مره نصير نعملها بالليج ورك اوت او كموبيليتي. اوكي يا chest up go
4 and 5 اجري اليمين هون بعمل ستريتش بهالايد ما بنسى لبرا 5 ريبس باجري الشمال برجع بردها اجري شمال ايدي بتفوش لبرا اي جو اوكي جاي على الارض ايدي بهالبوزيشن اجري اليمين لبرا بنزل شوي شوي بماي بط 1 2 3 4 and 5 مثل ما قلنا اجري اليمين لورا مثل ما هي باخذ هذه البوزيشن بعد 5 لازم احس بهالبارتي بالجلوتس اوكي بردها لورا اجري شمال مثل ما هي لورا اجري بنزل على 5 سكند اوكي مثل ما انا باخذ سكوات بوزيشن اجو 10 ريبس بنزل على مهلي بطلع على مهلي نو بخلي ايدي على التوز بكواعي بتفش نيز لبرا 1 2 3 4 last one 5 هيك بنكون عملنا الهيب فلو اللي بتمنى عليكم تحفظوه تصيروا تعملوه نو حنبلش بالورك اوت تبعنا اللي هو الليجز حنعمل بيزك اكسرسايز للليجز بس حنحكي عن بروبر فورم عن الباد فورم فيهم تصير عنا شوي شوي step by step نطلع ليفل حنبلش بالسكواتس كل العالم بدها تعمل سكواتس بس قديش عالم عم تعمل سكوات صح قديش عالم عم تعمل سكوات غلط هون الفكره سو حنحكي عن اول شيء حيلا اكسرسايز عم نعمله لازم نكون نعرف اي مصلحه عم تشتغل يعني تنفرض بالسكواتس حنعمل سومو وسع شوي اجري اول ما عم بنزل اللي عم بشتغل عندي هو كوادريسبس اند جلوت لازم اعرف انه لازم حس فيهم لازم الباور تطلع منهم سو انا عم بنزل عم بعمل بوش بالجلوتس والكوادريسبس اوكي هلا المستيكس اللي بتصير عاده بهال اكسرسايز هن كتار ومنهم اوكي بكون عم بيتفش لقدام يعني جسمه كله عم بيروح لقدام اوكي سبب من الاسباب اللي هو lack of mobility بالانكل اللي هو ما بتخليه ينزل مزبوط ما يعمل dorsiflexion يصير ينزل لقدام سو بهالحاله هيدي بحط شي بليت تحت اجره يصير عالي بصير ساعتها ينزل بجود فورم الخطا الثاني اللي عاده كمان ببين اللي هو انه يمشي الهيب قبل من جسمي يعني بنزل بهالطريقه الهيب بيمشي بيطلع بالهيب قبل سو كمان هيدي ممكن تؤدي لانجيريز كمان عندي نيز لما يضبه لجوا بينزل بهالطريقة وبيطلع بهالحالة غير lack of strength و mobility لازم انتبه ان اعمل شد بالجلوتس تبعي سو انا لما انزل دايما بدي ركز انه النيز تبعي يفتحوا لبرا واكيد بلا ما يقب الانكل يعني ما بعمل هالطريقة انكل بيضل على الارض نيز push نيز لبرا and بعمل activation للجلوتس تبعي وبطلع فيها من الاغلاط كمان اللي هي تيرتل سكوات عادة اللي هو بينزل سباين تبعه مطعوجة بيطلع سباين تبعه طاعجة عامل ارش سو بهالحالة بدي ركز على الكور تبعي الستابيلايزر تبعي الكور تبعي سباين جيلسي بينزل جالس بيطلع جالس سو حنعمل هلا سكوات اون ا جود فورم 10 ريبس ايزي داون بعمل هولد 2 سكند تحت وبرجع بطلع اوكي باخذ فور بس شوي الجاية دايما نيز على مستوى الانكل ايدي بهالطريقه كرمال السباين تضل جالسه بعمل 10 ريبس اوكي سلولي داون بعمل هولد اي جو اب هيدي 1 هيدي 2 دايما بدي انتبه على الفورم 3 دايما سباين جالسه 4 hold ثواني 5
6 7 8 Look, knees على مستوى إجري الأنكل على الأرض Easy down Hold and بطلع على مهلي هيدا أول exercise هنعمله in good form تاني exercise اللي هو lunges كمان من الاكسرسيسات اللي كتير العالم تعملها بط إذا عم نعملها بطريقة غلط كمان يمكن يؤدي لـ injuries front lunges اللي عادة بيعملوها هي بهالطريقة أوكي عم بينزل عم بيعمل هيك بلا ما ينتبه ويرجع يطلع أوكي بهالحالة هيدي لما عم بنزل بهالطريقة so knees تبعي عم تكفش لقدام pressure كلها لقدام تقل وزني كله على knees تبعي أوكي so بهالحالة ممكن يؤدي لـ injuries بالknees طلع العالم اللي عنده مشاكل تفضل نعمل ريفرس اوكي سو بهالحاله اجري هيدي ثابته جالسه ما عم تتحرك وعم بنزل بهالطريقه سو اذا بتنتبهوا انه النيز تبعي بعدها ما عليها بريشر برجع بطلع كمان بنزل برجع بطلع مش يعني الفرونت لانجز مش منيحه بس للعالم اللي عنده مشاكل او اللي عم بيعملوها غلط ممكن تؤدي لانجري سو ستيب باي ستيب بتعود على الريفرس لانجز بفورم صح اوكي لوك ظهري مش ارش وبطلع اوكي من الاكسرسيسات اللي عاده بنشوفها كثير بشوفوها العالم وبيعملوها بس هن ما بيعرفوا اذا مفيده ولا مش مفيده اذا مؤذيه ولا مش مؤذيه اللي هي كيرستي لانجز اللي هي بيوقف بهالطريقه وبينزل هيك اوكي سو انا بهالحاله اذا عم بعمل هذا الاكسرسايز إذا بدنا نحكي شوي بايوميكانكس تقلي كله هون عم بينزل هيك سو إذا بدي انتبه مثل ما أنا هلا لوك على الأنكل نيز وين هيب وين شولدرز وين سو أنا إذا عم بعملها لوك سو هيدي فيها انجريز على النيز فيها ستريس كتير ضغط ممكن تؤدي لإنجري فيفضل إنه ما تنعمل وفي كتير لوك كثير عالم بيعملوها بيشوفوها يوتيوب بيشوفوها انستا ممكن تؤدي لانجيريز فنحن حنعمل ريفرس لانجز كمان ايتش سايد 10 ريبس كمان ايزي داون هولد تحت ثواني وارجع بطلع جسمي جالس اجري ثابته هيدي 1 تنزل على مهله اهم شيء اجري الثاني ما تخبط بالارض باتيلا تبعي Three, four, five, six, seven, eight. 9 and 10 other side كمان نفس الشيء برجع لوك اجري ما عم تقدم 2 3 4 5 6 7 دايما بزع مهلي هول تنيتين بطلع last one اوكي هيك بنكون عملنا reverse lunges تاني اكزرسايز عنا اياه ناو حنعمل اكسرسايز للجلوتس اللي هو فراغ بريدج بيقعد على الارض اوكي بقرب اجري على بعضهم تيسيره شكل في ظهري على الارض لور باك تبعي على الارض مش ارش اجري بشكل في اجري على الارض بعمل بوش لفوق على مهلي بعمل سكويز على ماي جلوتس
برجع بنزل على مهلي 1 go up بوصل لهالدرجة سكويز على الجلوت بنزل 3 4 5 6 7 8 2 more 9 last one وبنزل على مهلي دايما بشتغل على مهلي بحس بالجلوتس تبعي الاكزرسايز اللي حنشتغله ناو هو سايد ستيب اب سايد ستيب اب اجري على البوكس اهم شيء بوش بالكوادريسبس بالجلوتس تبعي هالاجر ما له علاقه سو انا وقت بدي اعمل بوش ما بدي اطفش لقدام يعني ركبتي ما بدها تقطع الجاي اطلع بهالطريقه كمان بتسبب لانجريز سو انا بدي شد بالجلوتس تبعي وبالكوادريسبس تبعي اجري الثاني ما له علاقه شوي لقدام جو 1 اوكي سو هلا بالنزله ما بدي النيز تبعي فوتوا لجوا كمان بدي ضلني منتبه على النيز تبعي يعني غلط اذا بعمل اب وبالنزله كون عم بعمل هيك سو بدي انتبه للجلوس بدي شد الجلوس تبعي لجوا لاجري تفتح بهالطريقه جو اب Go down, up, down. هيدي اجري لورا شوي. Go up, go down. دايما بدي احس بالمصل اللي عم تشتغل. Okay. Now عندي exercise للهامسترينج اللي هو Good morning. اجري على مستوى كتافي اوسع شوي جسمي جالس بدي اعمل بالبوش بالهيب لورا اوكي اجري ركبي ما بيطعجوا سو اجري بيضلوا جالسين مثل ما انا بدي اعمل بوش لورا بهالطريقه اوكي لازم حس بالهامسترينج عم بتشد اجري بعدهم جالسين وصل لمرحله لما يصير تشيست بارلل على الارض Go up, 1. Two. Three. دايما بدي ركز انزل على مهلي اطلع على مهلي Four. بعدهم جاي جالسين تنشن كله على ماي هامسترينج جسمي التورسو تبعي جالس سو الفكره بالغلط انه لما ينعمل هالطريقه سو ليكو ظهري كيف ليكو سباين تبعي سو بدي انتبه اني ضلني مجلس ظهري بوش بالهيب لورا جاي جالسين تورسو جالس تصير بارلل جو اب بنزل على مهلي هولد اي جو اب هول هن الاكزرسايز اللي حنعملهم حنعيدهم ون مور راوند على مهلنا بالجود فورم اكيد ونبلش فيهم اوكي 10 ريبس سومو على مهلي ايدي جالسين ايدي بهالطريقه كرمال سباين تبعي ضلني منتبه اني ما اطعجا او في احطهم بهالطريقه سيم وسع ايزي داون هولد اند اب 1 هولد بوش بالهيب لورا سيت باك هولد 2 3 دايما بنزل على مهلي بدي احس بالتنشن على ماي مصر 4 5
6. إذا بتنتبهوا دائما نيز مستوى التوز تبعي ما عم بضبه لجوا. بوش. الانكل بعدها على الأرض ما عم بعمل لا إيفيرجن ولا إنفيرجن. Hold and I up. Exercise number 2, مثل ما قلنا وفسرنا, هنعمل reverse lunges. كمان 10, جسمي جالس, ايدي 17, hold 1, hold, look, hamstring parallel على الارض. لازم احس بالكوادريسبس تبعي انا عم بنزل وانا عم بطلع, عم بعملها على مهلي. دايما ركبتي قبيل الانكل مش عم تدفش لقدام. اوكي, تاني سايد نفس الشيء, يزيدان على مهلي, لوك باراليل على الارض, جو اب. بارلل وانا عم بطلع ركبي ما بضب ولا جوا. One more. Hold and I go up. Now frog bridge, the glutes تبعي نفس الشيء, جايب هالطريقة قراب على بعض, لزقهم ببعضهم على الأرض, V بطلع up, squeeze على الجلوت, نزل على مهلي. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, one more, 10. Side, step up. نفس الشيء مثل ما قلنا, بطلع بإجري ما بطفش لقدام, ركبتي ما بتضب بهالطريقة لجوا. Go up, 1. عمهلي, easy down. أنا بنزل بنزل كتير عمهلي. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. تاني ميلي. دايما جسمي شوي لقدام, بنزل بالبط تبعي. 3, 4, بعمل تاتش صغيره باجري اليمين وبرجع I go up. 5. اوكي, اخر اكسرسايز اللي هو الهامسترينج مثل ما قلنا. جود مورنينج, جاي بهالطريقه بوش بالهب لورا, تورسو جالس وبنزل. عم بحس بالهامسترينج تبعي. اوكي, بوصل لهون, بصير باراليل مع الارض على مهلي, برجع بطلع لفوق. ماي هامسترينج
to three, four, five. دايما عم بنزل على مهلي لما اوصل لهالمرحله شوي صغيره بيطلع رجعيه. هب لورا دايما مثل ما انا باراليل. Two more. Last one. Hold. برجع بطلع على مهلي. So نحن عملنا اليوم two round. بس أكيد بالبيت حنعمل three و four round. مهم نشتغل على strength تبعنا. لنطلع ليفل ستيب باي ستيب ونوصل اللي بدنا اياه. تنستعمل باربل سكواتس باربل جود مورنينج كمان نحمل الباربل وننزل فيها جود مورنينج. سو ستيب باي ستيب اكيد يفضل انه يتمرن الواحد اجري مرتين بالجمعه تا يستفيد اكثر اكيد وتفاديا للاصابات. بيعطيك شيب بنفس الوقت تخسر فيها كثير كالوريز. هيك بنشوفكم مرت الجاي. بليز ما تنسوا تسجلوا بالشامبس اكاونت على يوتيوب وانستغرام. ثانك يو. ستي سيف.